مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى أجندة الساعة، هذه المساحة التي نناقش من خلالها مجموعة من الأحداث في الساحة السياسية السودانية ونتناولها بشيء من التحليل. ودائما عندما نتحدث عن الأحداث في المشهد السياسي السوداني هذه الأيام يتصدرها الحديث عن الاتفاق الإطاري، هذا الاتفاق الذي دعمته مجموعة من القوى السياسية السودانية ووقع عليه المكون العسكري، ولكن هذا الاتفاق بالتأكيد مواجه بمجموعة من التحديات في الواقع السوداني، هنالك مجموعة من القوى المدنية المناوئة وأيضا مجموعة من القوى الإقليمية التي تتحدث عن أنها لا تراه حلا، مجموعة من التحديات تواجه هذا الاتفاق، ودائما في موازاة ذلك تقام مجموعة من الورش هنا في الخرطوم في القاهرة وفي جوبا، فإلى أين ستمضي هذه الورش وكيف يمكن أن يمضي الاتفاق الإطاري؟ ويبقى السؤال الأكبر في الساحة السياسية السودانية، ما هو المستقبل لهذا الاتفاق؟ وهذا هو السؤال المطروح اليوم، ما هو مستقبل الاتفاق الإطاري والذي سنجيب عليه في أجندة الساعة لليوم؟ سعداء أن شاركنا الإجابة على هذا السؤال الأستاذة انتصار العقلي، هي قيادية بالحرية والتغيير، مرحب بك. مرحب بكم وتحية كبيرة للمشاهدين عبر قناة الشروق. مرحب بك، ورحب أيضا بالأستاذ الطاهر المعتصم الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك. مرحب بك، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. مرحب بكم، وزي ما ذكرنا يعني عندما نتحدث عن مجمل الأحداث الموجودة في أجندة السياسة هذه الأيام نتحدث عن الاتفاق الإطاري ومستقبل الاتفاق الإطاري، فبدأ أستاذ انتصار، إلى أين يمضي هذا الاتفاق وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاتفاق الإطاري؟ الاتفاق الإطاري يسير عبر عملية سياسية متكاملة ويواجه تحديات كبيرة ويسير في طريق وعر، يعني أكبر التحديات هي أن هناك مجموعات مختلفة، مجموعة ليس لها ثقة في أطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والطرف المعني بالاتفاق اللي هي الجانب العسكري، ومجموعة يعني من الشباب والشارع السوداني الذي يقود المظاهرات اليومية المليونيات، يعني هم يحشموا في أنه يكون التغيير جذري وكامل، وأنه الجيش إلى الثكنات وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. وهناك مهدد آخر يعني من مجموعات كانت جزء من النظام 30 سنة البائدة، هو لا يريد أن يسير هذا الاتفاق بالطريق السلس، وهو ليس لا يرقب في أنه يكون جزء، إنما يعمل على تعويق هذه المسيرة، مسيرة العملية السياسية. فالتحديات كبيرة عشان نصل أو نقدر نحقق طموحات الشعب السوداني بمكوناته، الشباب الثائر، المرأة السودانية التي وقفت مع التغيير وإسقاط النظام، وكل المجتمع السوداني من صغاره لكباره. وبالتأكيد هذه الأشواق هي يحملها الشارع السوداني أستاذ الطاهر، والحديث عن ما ذكرته أستاذ انتصار في حديث أن الهدف من هذا الاتفاق هو عودة الجيش للسكنات وتكوين حكومة انتقالية وحكومة مدنية، في رأيك حتى الآن في خطوات يمضي هذا الاتفاق فيها، هل قربنا من هذا الهدف أم لازلنا بعيدين يعني عن هذا الهدف؟ لا، أنا أعتقد أنه الهدف قريب، وأعتقد أنه الأسابيع القادمة ستشهد اختراقات كبيرة، بل أزعم أنه ممكن تشكل حكومة مدنية في الشهر الجاي إن شاء الله في مارس، وبعض التصريحات للوسطاء بتتحدث عن أنه قبل رمضان، رمضان كريم عليكم، ممكن تكون هناك حكومة مدنية، لكن بتظل التحديات التي تحدثتم عنها ماثلة. كيفية أن يوفر هذا الاتفاق
الوعود وأن تتنزل على أرض الواقع بتصبح هي تحديات مستمرة تحتاج إلى أن يتكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة. مهم جدا جدا أنه تكون في جهود موحدة لإنجاح الحكومة القادمة لأسباب عدة، منها الوضع الاقتصادي المزري اللي بنعيشه، منها الفترة الممنوحة للسودان لإعفاء الديون والتي ربما تنتهي في مارس 31 مارس المقبل. دي كلها تحديات بتخلي الناس يتوجب عليها تخرج من عنق الزجاجة. والخروج من عنق الزجاجة أستاذ انتصار بالتأكيد يعني يتطلب مجموعة من الجهود في إطار الحل وتكوين حكومة قريبة. ما هي جهودكم في الحرية والتغيير المركزي؟ نحن نتحدث عن أن هذا الاتفاق له بنود مختلفة، الآن هذه الورش التي تقام، مجموعة من الورش حتى الآن، دعينا نبدأ في إطار ما نفذ من حديث عن الورش من الاتفاق الإطاري. إذا بدأنا بورشة الشرق مثلا، هذه الورشة إلى أي مدى يمكن أن تكون لها يعني على الأرض جانب في حلول ممكن تكون هي فعلية بالنسبة لإقليم الشرق؟ الورش ومؤتمرات التداولية هذه يعني اهتمت بخمسة محاور، من ضمنها ورشة الشرق التي تعنى بالأمن والسلام والعيش الكريم في شرق السودان. الشيء المهم انه المشاركه، مشاركه اهل المصلحه، وفعلا كان في هذا المؤتمر الجامع انه مشاركه ما لا يقل عن 550 فرد من الولايات الثلاثه اللي بتمثل اقليم الشرق. وكان في تخوف، يعني لا ننكر كان في تخوف من نجاح هذه الورشه الكبيره، لكن طبعا البدايات بتكون متعثرة. في اليوم الأول بيكون مثلا طريقة النقاش حادة، صوت عالي، لكن كل ما تطرح المشاكل ويكون في استماع من كل الحضور، ما هي القضايا وبالتفصيل، وقدمت أوراق مختصة بالجانب الاقتصادي والجانب الأمني وبالشباب وبالمرأة بكل قضايا الشرق، وشاركوا فيها أبناء الشرق حقيقة والمختصين من أو المهتمين بالدراسات والبحوث ساهموا في هذه المسألة، وكانت في أوراق يعني سبقت إعداد المؤتمر فطرحها ومناقشتها وتداولها داخل الورشة أو هذا المؤتمر التداولي بيقرب المسافات. وكل ما الناس تتكلم بديمقراطية بحرية وتطرح كل مشاكلها، كل ما نحن بنقدر نصل للحلول ونتفق في التوصيات. وطلعت فعلا توصيات كثيرة يعني ملخصة في أمن واستقرار إقليم الشرق بولاياته الثلاثة، ومشاركة أبناء الشرق في الحلول وإرساء الأمن والسلام. هذا والحديث عن الحلول أستاذ الطاهر يعني المطروحة من خلال هذه الورشة لأزمة الشرق جذريا قد تكون هي يعني في محورين، في الحديث عن ما قدم من خلال الورشة والأوراق المقدمة وغيرها، وجانب آخر للمشاركة لأصحاب المصلحة الفعلية في هذه الورشة. والآن يتحدث البعض أيضا عن من هم خارج هذه الورشة وأيضا هم مناوئين للاتفاق الإطاري ولم يكونوا حضورا في هذه الورشة، فكيف يمكن أن يستقيم الحل في غيابهم يعني؟ طيب دعينا نتفق أنه قضية شرق السودان قضية عادلة، ومواطن شرق السودان يحتاج الكثير. دي ما المرة الأولى تعقد ورشة لشرق السودان، كلنا بنذكر، وهنا ده مقام شكر لدولة الكويت الشقيقة قبل سنوات عندما دعمت اتفاقية شرق السودان ووفرت لها قرابة 3.5 مليار دولار عبر صندوق إعمار الشرق في محاولة لإيجاد تنمية على الأرض، وأنا أعتقد نجحت بطريقة جيدة وإقامة سدود في عطبرة وستيت وطرق وجسور ومدارس. الورشة دي بنيت على ما سبق، لم تأتي من هذه اللحظة فقط، لا، ما سبق من عمليات دراسات وبحوث، ويمكنها أن تستلهم ما هو قادم، ويمكنها أن تستلهم الرؤى الرافضة ما هو في الآخر في قضايا لا اختلاف عليها. قضايا التنمية دي ما في شخص بيختلف عنها، إنه تكون متوفرة
مياه شرب نظيفة لأهلنا في أروما مثلا، دي ما في زول حيرفضها، إنه تتوفر طرق تصل الأساسية. نعم، إنه المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس دي كلها ما قضايا محل خلاف ولا محل مزايدة سياسية ولا محل رفض البعض. لو تبنت الحكومة القادمة مخرجات هذه الورشة وتوصياتها وتبناها المجتمع المحلي، مؤكد أنها ستحدث فارق كبير على الأرض. بالنسبة للمخالفين للاتفاق الإطاري ولم يكونوا حضورا، يعني أنا نتحدث عن أبناء الشرق الذين يجب أن يلتفوا حول الحلول لتكون هي حلول واقعية، يعني يتحدث عنها أو نعم. إنفاذة حتى على أرض الواقع. طيب، ما هو في إشكالية لازم نرجع عليها، إنه اتفاقية سلام جوبا عندما وقعت في أكتوبر 2020 بعدها بستة أيام اندلعت مظاهرات في شرق السودان ترفض مسار الشرق، وتتهم من وقع عليه بأنهم غير ممثلين لأبناء المنطقة. المسألة دي استمرت وصولا إلى إغلاق الميناء والشارع وغيره. كل المشاكل دي بتوجب مش بس الورشة، لا، إنه تتعالج مسألة مسار الشرق نفسها، لأنه هي جزء كبير من الإشكالية الموجودة هناك، وإنه ينضم له الناس الرافضين له. ثم التوصيات الخرجت بالورشة دي ما مسألة فصيل سياسي أو مجموعة قوة سياسية عشان هي تزايد بها، بقدر ما هي مخاطبة قضايا إنسان الشرق. دي ما في شخص بيرفضها، حتى المناوئين للاتفاق الإطاري لما تتكلم عن عدد كيلومترات بتاع الطرق تنفذ، ما في أي شخص ممكن يرفض الحاجة دي. أنا داير أقول إنه الورشة غير معنية بالعمل السياسي بقدر ما هي معنية بالاستقرار والأمن في المنطقة. ومن المهم أنه نذكر أنه منطقة الشرق منطقة متاخمة للقرن الأفريقي، واللي هو بيشهد كثير من الصراعات في الفترة الأخيرة نحن شفناها، وبتصبح مهدد للدولة السودانية كلها. فمؤكد أنه الحديث عن الأمن ده ما في شخص بيرفضه، مؤكد أنه الحديث عن الاستقرار والتنمية ما في زول بيرفضه. صحيح، هو في حديث الاستقرار هو الحديث للجمع، يعني إذا كان أبناء الشرق على خلاف مع الاتفاق الإطاري، هل هنالك طريق من قبلكم في الحرية والتغيير المركزي أو الموقعين على هذا الاتفاق لاستيعاب الرؤى حتى للمخالفين لهذا الاتفاق يكونوا ضمن يعني الواقع في التوصيات والحلول لمشكلة الشرق؟ هو ما يميز المشاركين حاليا في الورشة اللي انتهت دي إنه جمعت الإدارة الأهلية والشباب والمرأة ومؤسسات إدارية كثير وخدمية شاركوا في هذه الورشة. الصوت المخالف يعني داير أقول إنه هو من الأصل هو رافض لإنه يكون حتى في مؤتمر نفسه وفي اتفاق مخالف للاتفاق ذاته، مخالف للاتفاق الإطار، ودي هنا الإشكالية. لكن كانت في جهود جبارة جدا في إنه كل المكونات المختلفة في الشرق إنها تشارك. طبعا أكيد بيكون في هناك من لم يشارك بعد ويود، لكن المواصلة في النقاش ومواصلة في الوصول لهؤلاء الصوت الخافض في إنه الناس تسمعون، ده الحلول الأنجع في إنه نمتص في طريق مفتوح. نعم، نمتص يعني غضب كل مخالف، ونمتص يعني أو نقرب المسافات ما بين المكونات المختلفة للشرق يعني. صحيح، ونحن تحدثنا عن هذه الورشة أستاذ طاهر في جوانب مختلفة في حلقة تفصيلية، ولكن الآن ونحن نتحدث عن ما يعني هذه التحديات التي تواجه الاتفاق الإطاري، لابد أن نتحدث عن هذه الورش المقامة هنا أو في القاهرة أو في جوبا. إذا تحدثنا عن ورشة جوبا أو لقاء جوبا والحديث عن يعني اتفاق السلام والحديث عن إنفاذ يعني الحديث عن مسار السلام في جوبا، فأيضا كان حديث عن أنه لا تغيير في هذا الجانب، تحدثت الوسائط عن مصفوفة لإنفاذ هذا الاتفاق فقط، فكيف ترى هذا الجانب في الحديث عن مصفوفة لإنفاذ الاتفاق، وهل يمكن إنفاذ اتفاق جوبا يعني بصورة واقعية على أرض الواقع بكل ما يحمله يعني في جانب لوجود هذا الاتفاق في بنوده؟ طيب، اتفاقية سلام جوبا أتت في ظروف مغايرة للوضع الحالي، مؤكد
الوسطاء الغادوا العمل فيها الآن وصلوا لاتفاق، جزء منهم أصبح خارج الملعب السياسي. الموقعين على اتفاق جوبا يشكلون جزء من السلطة الحاكمة الآن، والحكومة التنفيذية ومجلس السيادة هم الحركات الموقعة على اتفاق جوبا. طيلة حوالي 14 شهر هم على سدة السلطة. طيب ماذا كسب الناس في مناطق النزوح؟ ماذا كسب أهالي المناطق المتضررة خلال ال 14 شهر الماضية؟ هل المصفوفة هو حدث تحديث للمصفوفة؟ مصر اتفاق سلام جوبا عندما وقع في اكتوبر 2020 جعلت مواغيد زمنية لتنفيذ هذا الاتفاق، مثلا في بند السلطة تعيين وزراء، 7 وزراء في مثلا في بند حاكم اقليم، مثلا الترتيبات الأمنية. صحيح، هو تغيير للجدول الزمني بالنسبة تحديث تحديث. نعم. لكن ليه هو ما تنفذ؟ ده السؤال المفروض نجاوب عليه. وليه ما تنفذت المصفوفة دي في وقتها؟ مؤكد انه عدم وجود حكومة مدنية تسبب في انه المانحين والمجتمع الدولي يوقف الدعم الخاص بالدي دي ار اللي هي الدمج وإعادة الدمج والتسريح بنزع الألغام بعودة النازحين. المسألة دي جعلت الاتفاق في بنود الأخرى اللي هي حوالي 7 بنود التنفيذ فيها يكاد يكون صفري. فالآن إعادة تحديث المصفوفة بمواغيد زمنية جديدة دون استصحاب التمويل، وهو دي الإشكالية الأكبر عشان نكون واضحين، وإنه المجتمع الدولي والمساندين للاتفاق يكونوا حاضرين بدعمهم على أرض الواقع بإقامة طرق جسور تنمية زي ما تكلمنا قبل شوية عن الشرق. التنمية دي لو من داحت في القرى والبوادي والحضر مؤكد أن هذا الاتفاق لن يحقق أهدافه. وما هو الجديد الآن؟ يعني هتحدث عن أن هذا الاتفاق حتى الآن أستاذ انتصار لم يجد طريقه للإنفاذ في الواقع، ما يمكن أن يكون في التحديث الجديد أو وفقا لهذا التحديث ما يمكن أن يحدث في إطار إنفاذ هذا الاتفاق؟ هي المسائل مرتبطة ببعضها، يعني ممكن نسميها حلقة مترابطة. يعني السلام لا يتأتى إلا في ظل نظام مدني ديمقراطي، يكون في سلام تقدر تنفذ المصفوفة دي على أرض الواقع. المجتمع الدولي يعني كان متابع وحشد الدعم لتنفيذ الاتفاق السلام، لكن الانقلاب 25 قطع الطريق. يعني الديون على السودان مش متزايدة، ويعني الطريقة بتاعت جدولتها وتصفيتها والدعم المالي الذي يدعم الطريق السلام برضو توقف. فدي المسألة ماشية مع بعض، ما ممكن يتحقق السلام ده إلا بالدعم المالي دي علشان نقدر ننفذه على أرض الواقع. والأطراف المشاركة في السلام تكتمل أيضا، اللي هي ما زال عبد العزيز الحلو بعيد وما زال عبد الواحد بعيد، فرأيهم شنو حتى في الاتفاقية وكيف هم يكونوا جزء منها؟ هل حيوقعوا على الاتفاقية ولا يطالبوا بفتح الاتفاقية؟ دي كمان جولة أخرى. إذا تحدثنا هذا ما سيضاف يمكن للاتفاق الإطاري، ولكن إذا تحدثنا عن بنود الاتفاق الإطاري نفسها ما يخص سلام جوبا، هل هو في إطار التنفيذ فقط؟ في الاتفاق الإطاري اتفاقية السلام جزء، يعني برمتها جزء من الاتفاق الإطاري، لكن بتبقى السؤال في إنه هل يمكن فتحها؟ لأنه هناك موقعين، ما وقعت عليه من اللي بيفتح الاتفاقية دي؟ هل ستنفذ بنفس هذه الطريقة الأطراف ما موقع على الاتفاقية؟ لا، هو الحديث من خلال الاتفاق الإطاري السؤال، هل هو حديث عن التنفيذ فقط والآن الحديث عن المصفوفة التنفيذ الجديدة، أم هو حديث عن تغيير في بعض البنود التي أتت بها نفس يعني ذات الاتفاقية؟ الأطراف الموقعة على الاتفاقية جوا ترفض فتح يعني أو التعديل أو تعديل في أي بند من اتفاق من الاتفاقيات. عشان كده أنا كنت بتكلم عن إنه هل الأطراف الغير موقعة هتجي تسأل عن فتحها، لأنه الاتفاق الإطاري خدت الاتفاقية برمتها، لأنه الأطراف المشاركة
الموقعة رافضة فتحها مرة أخرى. والحديث عن طريق يعني التواصل مع الأطراف المخالفة للاتفاق الإطاري أو المناوئة له في جوانب مختلفة خاصة فيما يخص سلام جوبا. والآن يعني أيضا الحديث موجود يعني بالتأكيد من خلال الوسائط الإعلامية، يعني نتحدث عن أنه هنالك تواصل مع مختلف القوى التي يعني يهمها سلام جوبا، حتى الحديث عن جبريل ومناوي وغيرهم من الموقعين على هذا الاتفاق. فكيف تمضي الأمور في هذا الطريق؟ في هذا الطريق هو بدأت الحوار مع مجموعة مني وجبريل والاتحاد الأصل على أساس أنه ينضموا أو اللي رقب العملية السياسية، واللي هي بتتطلب أنه التوقيع على الإعلان السياسي. هو مبدئيا لم يرفضوا أي نص من الاتفاق الإطاري، لكن أدوا نفسهم فرصة أو طلبوا فرصة زمنية محددة لم يوفوا بها. بعد ذلك دخل الوسيط اللي هو في جنوب السودان، بدأت هناك مباحثات مرة أخرى، فانقطعت يعني الانتظار بذهابهم ومشاركتهم في جوبا في المباحثات الحالية. والحديث يعني دائما بالتأكيد شاهدنا جميعا أستاذ الطاهر عن الحديث عن الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي الجديد، الحديث دائما في تشبث عن في المواقف ما بين المسميات، هل هو ذات الاتفاق الإطاري أو حديث عن أنه هو إعلان سياسي جديد وغيرها. ولكن ما هو الرابط الذي يمكن أن يفتح هذا الطريق لجمع القوى السياسية للحديث عن هذا الإعلان الجديد الذي يمكن أن يكون حوله اتفاق؟ يعني الإعلان السياسي مكمل للاتفاق الإطاري، ما الأطراف المشكلة للاتفاق الإطاري ده مكون عسكري بقواعده الاثنين وقوة سياسية. طيب من خارج الحرية والتغيير حتى المجموعة الجديدة سواء العدل والمساواة، جيش تحرير السودان بقيادة مناوي أو الاتحاد الأصل، تواصلت معهم القوى الموقعة الاتفاق الإطاري للوصول. وهنا لما أقول القوى الموقعة الاتفاق الإطاري لا أقصد فقط الأحزاب السياسية بل حتى المكون العسكري. وبحسب معلوماتنا الصحفية أنه في اجتماعات غير رسمية عدة عقدت على مدى الأسابيع الماضية لمحاولة أن يكون الإعلان السياسي، ومثل ما تكلمت الأستاذة انتصار هناك شبه توافق على البنود والنصوص التي ينص عليها والتي تكمل الاتفاق الإطاري. نشأت ربما مشكلة الأطراف التي يجب أن توقع، ودي هي اللي استهلكت كثير من الوقت، لكن في الأخير لصالح مواطني سلام جوبا اللي هم معنيين باتفاقية السلام ولصالح استقرار البلد بتوجب على الجميع مراجعة موقفه. على الأطراف اللي بتخوض نقاشات عشان تعمل الإعلان السياسي ده إنه تضع مصلحة المواطن أم نصب عيونه. وفي الحديث عن مشكلة الأطراف الموقعة، سأعود إليك يا أستاذ انتصار بهذا الحديث، الجميع يتحدث عن أنه هو قد تكون نقطة الخلاف أنهم يريدون التوقيع ككتلة، في الحديث عن الكتلة الديمقراطية، هل هو موقع يعني هل هذا هو موقع الخلاف بالضبط أم هنالك مشكلات أخرى؟ ممكن يكون هذا أس الخلاف. الحوار مع الحركتين لأنه هم جزء من الاتفاق جوبا، اتفاقية جوبا سلام جوبا، فبالتالي وجب الحوار معهم ليواصلوا الطريق معنا في العملية السياسية اللي هي ماشية والتوقيع على الاتفاق الإطاري. وجود مع في صايد ثاني مع الكتلة الديمقراطية اللي هي كانت جزء من الانقلاب 25 ده عائق كبير بالنسبة لنا، وهم غير معنيين بهذا الحوار في الوقت الحالي. هل هم مطالبين بالتوقيع ككتلة؟ يعني مطالبتهم دي ما يعني لم تكن رسمية أو يعني لم ينظر فيها بعد. حتى الآن كيف تمضي الأمور؟ الآن الجميع ينتظر الحديث عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يكون مخرج لكثير من المشكلات وكثير من التحديات التي تواجه مختلف الاتفاقات. ولم تكن الاتفاقات يعني أو التوقيعات هي مشكلتنا يوما، دائما حديثنا عن الإنفاذ والتنفيذ لهذه الاتفاقيات. فيعني في ظل
هذه المشكلات والتشبث بالمواقف، كيف تمضي الأمور حتى الآن؟ الأمور ما زالت معقدة، والتوقيع هو طبعا هو التزام بأنك أنت تسير أو دي المجموعة التي تسير في إنفاذ العملية السياسية. التوقيع مهم في الحتة دي، في على أساس أنه هو ضامن لأنك أنت جزء من هذه العملية. فالطريق وعر وشائك، وكل تأخيرة بتأزم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمن والسلام تحت المجتمع ككل يعني، وحتى تؤخر من علاقاتنا الدولية، بتؤخر من دعم المجتمع الدولي، وبتأخر أو يعني بتعمق المشكلة الاقتصادية وعيش الناس اليومي يعني. يعني البلد أصبحت في ضائقة معيشية كبيرة جدا جدا، الكل يعني يتأزم منها، يعني حتى النسبة اللي هي قادرة تعيش أصبحت ضئيلة جدا، وهم منو ده ذاته السؤال، منو القادرين يعيشوا في ظل وضع زي ده. فالمسائل بقت حلقة شائكة جدا، لابد أن تحل، ولا بد أن تكون هنالك تنازلات بالتأكيد من كل الأطراف. أستاذ الطاهر، في جوانب هذه الحلول زي ما ذكرنا تواجه بالتحديات مختلفة، يعني من هذا الحديث نرى يعني كل يوم الناس ترى قوة للضوء، وثاني يوم تنقلق هذه القوة بحديث عن مواقف لا بد يعني أو الأطراف هي متشبثة حولها، جوانب مختلفة لمعيقات هذا الاتفاق أو الموضوع قدما. خلينا نتحدث عن الجانبين، إذا كان في إطار الاتفاق الإطاري أو الحديث عن الإعلان السياسي الجديد أو غيرها من محاور الاتفاق. ما يظهر في الساحة أيضا يعني لم يكن الخلاف هذا فقط، يعني حديث حتى عن الجانب العسكري أن هناك خلاف يمكن أن يهدد الاتفاق الإطاري، فكيف ترى أن يمضي هذه الجوانب الاتفاق في ظل كل هذه المشكلات وكل هذه التحديات اللي صعدت للسطح؟ طيب برضو خلينا نرجع لورا، يوم 5 ديسمبر كان يوم فاصل هو التوقيع على الاتفاق الإطاري. ما سبق 5 ديسمبر كثير من الأخذ والرد ما بين المكون العسكري بأطرافه وما بين القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي. هذه النقاشات قد تكون استمرت لشهور لم تعلن ولم تخرج للإعلام. هذه النقاشات أخذت وقت كبير ليتم تحديد القضايا، ليتم تحديد الأطراف، ليتم تحديد بنود الاتفاق، وصولا إلى 5 ديسمبر. من 5 ديسمبر إلى الآن جرت مياه كثيرة تحت الجسر مؤكد. بيبقى السؤال، هل السودانيين يملكون طرف الوقت؟ دي واحدة من الإشكاليات الكبيرة. بالتأكيد لا، يعني بالتأكيد يعني في مواسم زراعية تبدأ وتنتهي، في عام دراسي بيبدأ وينتهي. الآن مهدد العام الدراسي بإضراب المعلمين، وخلينا أقول إنه انتهاك للعدالة. بعض أبنائنا من الغادرين بيدرسوا في مدارس خاصة مستغرة، بيمشوا كل يوم المدرسة، وبعض أبنائنا الآخرين في مدارس حكومية وفيها إضراب للعاملين، ما قادرين يمشوا المدرسة. طيب لما تيجي الشهادة السودانية منو اللي حيمتحن؟ يمتحن اللي كان عنده عام مستغير؟ أنا داير أقول إنه مبدأ العدالة نفسه في إشكالية، وده بودينا لأنه طرف الوقت الذي تحدثنا عنه والمفقود بيخلي القوة المطلوب منها الالتحاق بهذا الاتفاق والوصول به إلى مراميه وأهدافه وإلى حكومة مدنية تؤهل الوضع الاقتصادي بعد ما أصابه، وتصل بالناس إلى صندوق اقتراع ولشرعية انتخابية. دي قضايا بتوجب إنه الممانعين يراجعوا نفسهم، لأنه ما هم الممانعين ديل اللي هم في اتفاقية السلام جوبا أكثر الناس معانا، لأنه أهلهم اللي وقعوا بيسمون الاتفاقية على أرض الواقع لم يجدوا ما وعدتهم به هذه الاتفاقية، ودي تحديات. يبقى التحديات دي عشان يتم علاجها بتوجب إنه الوصول بالإعلان السياسي المكمل للاتفاق الإطاري إلى نهاياته وإلى شكل توافق لتكوين حكومة مدنية تقود البلاد.
والحديث عن الأمنيات هذه بالتأكيد نتفق عليها جميعا، ولكن السؤال يبقى في حديثنا عن التحديات، كيف يمكن أن تتحدث عن تكوين حكومة في مارس؟ يعني ذكرت في أنه هو قريبا ستكون الحكومة، ولكن يعني تتكون هذه الحكومة وتقوم بإنفاذ هذه البنود والتوصيات الخارجة عن الورش وغيرها، تحديات مختلفة تواجه هذا الزمن حتى تكوين الحكومة. يعني ذكرت يعني جانب للاختلاف ما بين الحرية والتغيير المركزي والجوانب الأخرى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وجانب آخر للخلاف الذي يبدو مؤخرا في الجانب العسكري، يعني هذا هو الحديث والسؤال. نعم، أنا أفتكر دائما الخطورة بما كان، ما هو المدنيين ديل بمختلف فئات كأحزاب وكقوة سياسية، عندما يختلفوا ما هو أقصى الضرر الذي يمكن أن يصل إليه البلد؟ لن تطلق طلقة رصاص، ما في ذخيرة حتدور، بيبقى حرب كلامية وأغوال الصحف بكرة تجيبه والموضوع بينتهي، وهم السياسيين نفسهم بيقعدوا بعد بكرة يتصالحوا ويتفاوضوا ويرفعوا سقوفاتهم التفاوضية ويتفقوا. لكن عندما تكون مؤسسات أمنية وقادة عسكريين وفي أحاديث تلغى من هنا ومن هناك، مؤكد أن ما خلف الأكمة مغلق جدا، وده فعلا وضع مغلق جدا. أنا داير أقول خلينا نشوف سيناريو ليبيا مثلا. الآن ليبيا موجودة فيها حكومتين، دبيبات في منطقة وحفتر في منطقة، بل الحركات نفسها جزء منها موجود في ليبيا حسب التقارير اللي قدمت لمجلس الأمن مؤخرا. بيبقى أي تباين في وجهات النظر داخل المؤسسات العسكرية من الخطورة بما كان. وخلينا هنا الناشد إنه صوت الحكمة وصوت العقل أن لا يحدث خلافات وأن لا يحدث تباين في وجهات النظر يدفع ثمن المواطن السوداني اللي هو بيدفع في الكثير الآن. هو الخلاف يعني الحديث عن هذا الاتفاق الإطاري وأنه يمضي في جوانب مختلفة، والسؤال يبقى أستاذ الانتصار لكم الموقعين على هذا الاتفاق، كيف تنظرون مسيرة طريقه وصولا لنهايته؟ يعني هل بالإمكان أن يصل إلى نهايته بخلاف الموقعين المناوئين له؟ هل ممكن أن يصل إلى خط النهاية بغيرهم أم لا بد أن يكون هنالك يعني جوانب مختلفة للحل؟ الجوانب المختلفة ممكن احنا نتكلم عن قضية العدالة والعدالة الانتقالية. دي من المسائل الشائكة برضو وتحتاج لوقفة، ودي حسة من القضاء يعني واحد من المحاور او القضايا اللي نظرت لها الحرية والتغيير مع الشركاء، في انه حيكون هناك ورشة او مؤتمر تداولي حول مسألة العدالة والعدالة الانتقالية، وايضا هناك ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اللي هو زي ما ذكر الأستاذ في إنه يعني لازم تكون هناك حلول للمسألة بتاعة السلاح الموجود في كل مكان دي، ومعالجة بعقل وحكمة نحو العدالة والعدالة الانتقالية اللي هي بتعني في مسألة العدالة الإصلاح العدلي. والعدالة الانتقالية دي بيشارك فيها كل أهل المصلحة، الناس المتضررين، الضحايا. نحن لا، هي في مثل هذه الأمور تفتح الجروح والناس تناقش المشاكل الكثيرة اللي هي المحاسبة والمحاكمات ومن الذي يحاكم ومنو قام بالدور اللي انتهك حقوق الناس وين، وفي مناطق طبعا كثيرة في السودان يعني حتى في المركز في الخرطوم، في الشرق، في دارفور كلها، في النيل الأزرق، يعني في مناطق مختلفة حصلت كثير من الانتهاكات، المشاكل بتاعت النزاعات والصراعات والتشريد بتاع الناس من غرامهم. مسألة العدالة بالتأكيد عندها زوايا مختلفة. قبل أن نجيب على السؤال الأساسي الذي ذكرته، دعنا أقف عند موضوع العدالة ومن الذي يعني سيكون في إنفاذ هذا الجانب لوجود العدالة التي تتحدثين عنها. من كيف تكون الآليات لإنفاذها؟ النقاش حول القضايا والانتهاكات
والآليات اللي حتطلع، الآليات اللي يجب أن يعني نصل بها لهذه العدالة والعدالة الانتقالية، الناس حتناقشها من خلال المؤتمر الجاي ده. وحس الناس بتناقش أو بتعد له، حيكون في الأيام القادمة قريبا إن شاء الله في لجنة مختصة في الحرية والتغيير قايمة على هذا الأمر بمشاركة المجتمع الدولي، إنها كيف حتى تنتقل إلى الأغاليم المتضررة على أساس إنه تصل للضحايا ديل في أماكنهم وتسمع منهم. السماع ده ذاته دي واحدة من سماع المشكلة، ومعرفة الانتهاك من المنتهك حقوقهم دي ذاتها واحدة من الآليات بتحت الحل، إنك تسمع وتشوف الإجراء شنو اللي بتاخد حقه، و الفساد اللي كان في الأجهزة العدلية، المنتهكين هم منو، هل حيحاسبوا أو لا. الإشكال كبير ويرتب له باللقاء ده، ويحصل حوار وتكون في أوراق منتظمة تطلع بتوصيات وتورينا الآليات شنو. ده اللي يفترض أنه يكون في في بحر الأيامات القادمة. ده الحديث عن الآليات التنفيذية، نعم. حديث العدالة وغيرها، ولكن السؤال كان في أنه نعم. هل ستمضون أنتم الموقعون على هذا الاتفاق إلى خط نهائي في حال يعني وتكوين حكومة وغيرها في حال عدم انضمام غير الموقعين، أم يعني في طرق مختلفة لا بد من وجود حلول وصولا لنهاية ممكن تكون هي مرضية للجميع؟ يعني إحنا لما نستصحب أهل المصلحة بيبقى ده المهم، عشان الناس تقدر تستمر. من غير استصحاب أهل المصلحة لا نستطيع أن نسير في مسيرة العملية السياسية التي نأمل أن تصل للحلول والانتقال إلى الفترة الانتقالية اللي هي تقوم على سيادة القانون والدولة المدنية الديمقراطية أو السلطة المدنية كاملة. والحديث عن العدالة أستاذ الطاهر، أيضا يمكن نشاهد جميعا ما يذكر في هذا الجانب وكيف يمكن أن تكون العدالة وأين يمكن أن تكون، هل هي الآن أم لحكومة ممكن تكون منتخبة وغيرها، من الذي ينفذ يعني الجانب العدلي والعدالة عموما. وأيضا يعني حديث دائما بأنه هنالك، لماذا هنالك مكيالين العدالة وهنالك حصانات طلبت وغيرها، فبالتأكيد في ظل كل هذه الزوايا التي يمكن أن تكون من الشوائب في الحديث عن الجانب العدلي، كيف تمضي الأمور؟ طيب، في تجارب إقليمية ودولية في مسألة العدالة والانتقالية، وليس العدالة فقط. العدالة دي ما هي المؤسسات القائمة، المثلث العدلي المعروف قدامنا، لكن في تجارب إنسانية زي العدالة الانتقالية، وشفناها في جنوب أفريقيا، شفناها في راوندا أيام الصراع ما بين التوتسي والهوتو، كيف إنه وبتقوم كيف على الحقيقة والمصالحة، المبدأ المعروف والاعتراف زي ما قالت أستاذة انتصار. ولكن المسألة دي دون أولياء الدم ودون الضحايا نفسهم، إنه يجلس ويستمع إلى من يتهمونه بهو الجاني ويقدم اعترافات ويسامحون أو يسهب. المسألة دي تجارب إنسانية بيستلهم المجتمع الدولي، المجتمع الإنساني كله، وبتسير بموازاة مع العدالة الغايمة ويصلح العدالة الغايمة. أنا أعتقد إنه المؤتمر المزمع إنه يعقد لهذا الأمر سيأتي بأولياء الدم، أسر الشهداء الكرام، سيأتي بالخبراء في المجال العدلي وبالخبراء في مجال العدالة الانتقالية، والاستماع إلى التجارب المختلفة لتصميم نظام عدلي يستوعب المآسي. يعني كلنا من ربينا خلال السنوات الأخيرة عدد من المآسي شفناها، سقوط شهداء. يعني أنا حتى هذه اللحظة عندما أطالع صورة ست النفور الشابة الملائكية أصاب بأزمة كبيرة، وليس وحدي، أغلب السودانيين، يجب حقوق هؤلاء الله تضيع، يجب أحلام هؤلاء الشهداء الكرام أن تتنزل بردا وسلاما على أرض الواقع. صحيح، وبالتأكيد هم والأسر جميعها تبحث عن هذه الحقوق، وحتى المصابين وغيرهم يعني الآن يتحدثون عن أنهم لم يجدوا العلاج وغيرها. سنعود للحديث حول هذا الموضوع، مختلف التحديات التي تواجه الاتفاق الإطاري ومستقبل الاتفاق الإطاري إلى أين، بعد الفاصل.
الاتفاق الإطاري أنا رأيي هو مخرج، يعتبر مخرج للسودان في ظل هذا الوضع السياسي الراهن. فأخذت ورش عديدة، فالورش فهي كانت مجزية. لو السودان، لو الناس اتفقت على التوصيات والقرارات طلعت من الورش، ممكن يودي البلد لقدام. وأنا بشوف الناس اللي أصلا ما انضموا لركب الاتفاق الإطاري، فأناشدهم يجوا ينضموا للاتفاق الإطاري، وهو هو يعتبر الحل الأمثل والوحيد لمخرج البلد من الحالة اللي نحن فيها. فأنا أناشد من هنا، أناشد الحركات المسلحة الغير منضمة أو الغير موقعة للاتفاق الإطاري، عبد العزيز وعبد الواحد محمد نور، بضم أقول لهم من هنا يجوا ينضموا للاتفاق الإطاري ده، وبعد ذاك عشان الناس تقعد في طاولة وتطلع البلد من الحتة دي. فأصلا نحن لو ما اتفقت كل القوى السياسية في السودان، البلد دي ما بتمشي قدام. فحس يعني بشوف انه القوى السياسية 40% من القوى السياسية موقعة في الاتفاق الإطاري، و 60% من المدنيين، القوى المدنية والمجتمع المدني، فديل برضو في الاتفاق الإطاري. فأرجو من الغير موقعين يجوا ينضموا. نحن يعني نؤيد هذا الاتفاق، وكما ذكرت يد الله مع الجماعة، طالما أن الناس كترت، فالناس الباغين نتمنى أنهم هم ينضموا لهذا الاتفاق الإطاري. وكل ما أي حاجة تخدم السودان تتوحد. نحن ذاتنا كان عندنا تجربة في نادي المريخ، عاش المريخ فترة بتاعت سنين كده بدون رئاسة بتاعت نادي، وجات الانتخابات وتوحد النادي، والآن الحمد لله ماشي كويس. فنحن برضو الآن بندعو كل الأطراف إنها تنضم للاتفاق الإطاري، وخصوصا إنه العالم كله يعني واقف معاه. نحن ما بنقول الناس في تدخل خارجي، لا بالعكس، الناس كلها واقفة مع السودان على أساس إنه يمشي في الاتفاق الإطاري ده ولمصلحة البلد. طيب والله أنا أفتكر إنه الاتفاق الإطاري ده هو الحل الوحيد الممكن يود يبقى البلد اللي بلا الأمان، لأنه إحنا بنفتكر إنه مما بدت الحته بتاعت المشاكسات دي كان لابد ان يكون في توافق، والتوافق 100% ما بيكون في موجود، لكن على الاقل يكون باكبر قدر ممكن من الشيء اللي بيخلي البلد دي تمشي لقدام. انا بفتكر تامين البلد دي باتفاق الناس في القوى السياسيه، قد يكون الناس ما كلهم بيتفقوا، لانه في ناس يكون اصلا يعني عندهم هوايه بتاعت مشاكسه وعدم رضا، وعندهم اهداف ثانيه بيعملوا فيها. لكن بنفتكر الاتفاق الايطالي بحجمه الحسه حاليا موجود بصوره كويسه جدا، ما عنده كلام، ممكن يمشي بصوره معينه. وخاصه عرفنا انه حتى الناس اللي في الحركات المسلحه، كان في اخونا ناس مني اللي هو الحركه الشعبيه لتحرير السودان، وناس جبريل اللي هو عدل والمساواه، في النهايه زي اتفقوا انهم يوقعوا في الاتفاق الايطالي. وحسب المعلومه اللي عرفناها امبارح في المؤتمر الصحفي، انهم حيوقعوا في الاعلان السياسي، باعتبار انه يكون ده هو عباره عن توسعة للاتفاق الإطاري، وده هو اللي حيتكمل بتعمل في الاتفاق النهائي. وأنا أفتكر البلد دي لو ما حصل فيها اتفاق وحصل فيها استقرار مش، والبلد دي واسعة وفيها إمكانيات ضخمة وبتعيش الناس كله متودين لقدام، لكن الناس يتوافقوا ويمشوا لقدام بصورة واضحة، والبلد إن شاء الله تنطلق بصورة مضبوطة. ما عندنا اثنين ثلاثة. بالنسبة للاتفاق الإطاري، طبعا هو تم بعد جهد كبير ويعني محاولات يعني كبيرة تمت من القوى السياسية بضرورة التوصل إلى اتفاق يخرج البلد من المأزق الذي وقعت فيه بعد الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر من العام الماضي. لذلك الاتفاق هو جاء هو يعني لإنقاص المرحلة ولإعادة المسار الديمقراطي إلى يعني المسار الديمقراطي إلى ما كان عليه. الاتفاق هو تم بتوافق كبير جدا من جميع القوى الثورية، وحاليا هنالك توافق تم اعلنه مجلس السياده بين القوى الرافضه
التي هي من ضمنها أكبر القوى أو الفصيلين الحركات الكفاح المسلح، هي تعتبر الأهم داخل ما يسمى بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. هما إذا انضم جبريل مناوي هذه الكتلة تمثل يعني كانت ضمت بعض القوى المناوئة للثورة والمناوئة للتغيير، لذلك كان هنالك تحفظ من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول النظر في إضافة بعض الذين حولهم بعض الملاحظات، وكان يعني إضافتهم يعتبر إغراق للاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري يعني تم بموافقة وبإجماع كبير جدا، وحتى المكون العسكري لم يكن لديه آراء ويعني أو ملاحظات من شأنها أن تعيق المسار. يعني نتوقع أن الاتفاق الإطاري ينفذ ويتم بضوئه على ضوئه تشكيل حكومة انتقالية تدير المرحلة المقبلة. لكم التحية مشاهدينا من جديد في أجندة الساعة، وهذا السؤال المطروح: مستقبل الاتفاق الإطاري إلى أين؟ نرحب من جديد بالأستاذة انتصار العقلي القيادية بالحرية والتغيير المركزي، والأستاذ الطاهر المعتصم الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكم من جديد، وكنا نتحدث في جوانب مختلفة لإنفاذ هذا الاتفاق والتحديات المختلفة التي تواجهه. أستاذة انتصار، تحدثنا عن الورش المختلفة وإنفاذ هذه الورش، دعينا نتحدث عن كل هذه التوصيات الخارجة من الورش المختلفة، كيف ستجد طريقها إلى النفاذ أو التنفيذ على أرض الواقع؟ هي كل القوى الثورية تتفق على مبادئ اللي هي تحقيق المدنية، التحول الديمقراطي، وكيف يبقى السؤال في كيف الآليات كما ذكرنا إنه الاتفاق الإطاري ده واحد حل سلمي يسير ويحتمي بالشارع الشارع أو الشعب السوداني اللي هتافاته مستمرة وتنادي بالعدالة وتنادي بالديمقراطية وعودة الجيش إلى الثكنات ومعالجة كثير من القضايا اللي فيها انتهاكات لحقوق الناس. الآليات حسة نحن يعني اتبعنا فيها إنه إحنا نطلع من 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 الخرطوم المركز إلى الولايات الأخرى ونتواصل مع القوى الثورية الموجودة هناك، وبدينا هذا الطريق. يعني وهل الماضي حتى الآن من الاتفاق الإطاري في حديث عن التوصيات والموجود في الواقع به إشارة في عودة الجيش للسكنات وتكوين فعلا حكومة يعني أنت حكومة مدنية؟ يعني أعلن في 4 يوليو قبل الاتفاق الإطاري على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية. قد تسأليني لكن مثلا كيف جاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني الخرطوم والتقى؟ خلينا نقول انه ده المعلن، والمعلن ده بناء على وقع الاتفاق الإطاري تم تأكيده، وحتى حديث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الدعم السريع في مؤتمر صحفي أمس تحدث عن إنهم مسؤوليتهم أمن البلاد والحدود وسيخرجون خارج السياسة وخارج الاقتصاد، وأنا أفتكر دي إشارة مهمة جدا بيصبح الطريق إلى الوصول إلى حكومة مدنية الوصول بهذه الحكومة المدنية برضو عشان نبقى واقعيين، هل تملك عصا موسى لتغير الواقع الذي يعيش المواطن السوداني الآن من إضرابات مهنية؟ يعني خلينا نقول ولاية الخرطوم مثلا أطباء الرعاية الأولية ديل في المراكز الصحية المختلفة في حالة إضراب عن العمل منذ نوفمبر الماضي، بالأمس وصلوا للخرطوم رفض يقابلهم مثلا. مثل هذه الإشكاليات المعقدة لعدالة الليجور في, في, في مؤسسات في الدولة الحد الأدنى فيها 580,000 وفي مؤسسات الحد الأدنى 22,000، وبيجاب هو أوضاع وارتفاع أسعار، بيبقى السؤال المهم إنه الوصول بهذا الاتفاق إلى نهاياته لو وافق حتى الممانعين عصا موسى دي عشان يقدر يعالج الأزمات المعقدة
الكل يوم بتتكرر وكل يوم بتستنسخ من مكان لمكان. كيفية حدوث هذا؟ أنا أفتكر ده هو السؤال المهم يجاوب عليه الموقعين على اتفاق الإطار، سواء عسكريين سواء مدنيين سواء داعمين من المجتمع الدولي، عشان الوعود بتاعت المجتمع الدولي نفسها تنفذ. لازم يكون في خطط، يعني الاقتصاد أنا برضو نرسل قوى الموقع على اتفاق الإطار في إطار ويرشندي. بفتكر القضية الأهم التي لم يفرد لها مؤتمر هي قضية الاقتصاد. تكلموا عن العدالة، تكلموا عن إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، يتكلموا عن اتفاقية السلام جوا الشرق، لكن قضية الاقتصاد هي الأهم، ودي هي اللي بتمس معاش الناس يوميا، ودي هي المهدد الوجودي لبلد كاملة. ما هو لما تنتشر تزعة طويلة عشان يخطفوا شنطة من بيت في الشارع، ده ما أثر الاقتصاد. ولما يحصل إضراب بتاع معلمين، ده ما أثر الاقتصاد. ودي هي العرض لمرض. أنا بفتكر أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إفراد نقاش متكامل لقضية الاقتصاد السوداني وكيفية معالجته بطريقة ذكية، وكيفية تعظيم الموارد وتعظيم الإنتاج نفسه. والحديث عن هذا الاتفاق والتحديات المختلفة التي تواجهه، زي ما ذكر يمكن هو الجانب الاقتصادي مشكلة كبيرة، والحديث عن الدعم الدولي في الجانب الاقتصادي والدعم لهذا الاتفاق، يعني شاهدنا من أيام 6 مبعوثين إلى السودان موجودين بيننا وحديث عن دعمهم للاتفاق الإطاري، ولكن ما هو الدعم الموجود من المجتمع الدولي واقعا، يعني غير هذا الجانب الإعلامي الذي نشاهده؟ في الورشة بتاعت الشرق، المجتمع الدولي الداعم كان حريص جدا انه افردت له جلسة، وخاطبوا اهل الشرق في من خلال هذا المؤتمر، وتحدثوا بالتفصيل عن الدعم كيف سيكون و يعني كيف يكون ينفذ على ارض الواقع. 200 دي طبعا بعد الانتقال، الفترة الانتقالية، لأنه ما تكون حكومة. نعم يعني لإنفاذ التوصيات. نعم حكومة مدنية ديمقراطية عشان الدعم يكون واقعي فعلا. وفعلا كلام الأستاذ الطاهر في أنه لماذا لم تفرد مسألة يعني ورشة خاصة للاقتصاد. يعني عايز أقول أنه مثلا إزالة التمكين كان جل الحديث فيها عن الجانب الاقتصادي. جل الورشة الشرق كان فيها الحديث عن الجانب الاقتصادي، لكن هذا لا يمنع جانب هذه الورش. ما هو الذي البند الذي ذكر؟ يعني أريدك أن تتحدثي والمشاهد بالتأكيد يتساءل، ما هو البند الذي ذكر في ورشة إزالة التمكين أو في ورشة الشرق؟ ما معروف هو دعم فيما يخص الاقتصاد أو الدعم الاقتصادي. يعني من أهم التوصيات كانت مسألة بتاعة الاستثمار القوات النظامية في الجانب الاقتصادي، يعني غير محبذة ويجب وقفها. مسألة جذب المستثمرين كانت مسألة مهمة، لكن لازم تكون في القضايا المرتبطة بالمستثمر الخارجي الاستحوذ على مناطق أو أراضي مثلا زراعية، مثال لذلك كانت غير يعني خارج القانون بتاع توزيع الأراضي، وكل المشاكل آية اللي هي مثلا قانون البنك المركزي ما شغالين به، فانفاذوا على ارض الواقع. حتى القانون القديم حاجه مهمه جدا، لانه بيضبط سياسات البنك المركزي وكثير من القضايا التفصيليه. لكن ده ما بيمنع انه يجب ان يفرد مؤتمر خاص بالقضايا الاقتصاديه عشان يعني الناس تكون مستعدة بالحلول. وأنا دار ألفت النظر إنه إحنا من أخطائنا في الفترة الانتقالية السنتين الأوائل كان هناك برنامج إسعاف اقتصادي حكومتنا السابقة ما اشتغلت به، يعني برضو احتفظ به في الأدراج، وبرغم إنه كان فيه جهد كبير من مختصين اقتصاديين، لكن إحنا في المرحلة الجاية يجب أن ننتبه لهذه الأخطاء وكيف تقوم،
كيف الناس تعمل الصحيح في الوقت الصحيح يعني. صحيح، ودائما حديثنا عن هذا الجانب يعني في القرارات المختلفة التي يمكن أن تكون في الواقع السوداني هو الحديث عن وجود الخبراء وتنفيذ السياسيين، فكيف ترى ذلك في الواقع الآن؟ يعني الاقتصاد ده لو خرجت عنه السلطة والسياسة تفضل السلطة بس هي منظمة لا تتدخل في الاقتصاد، يستطيع أن يصحح أخطاء الاقتصاد. مثلا المزارع الآن الموجود في زالينجي أو مربي المواشي الموجود في الخويفي في شمال كردفان عارف إنه مواشي ودي بيأكل بتين بيجيب لايتون وعلف بيسوق المرعى بتين، يستطيع الاقتصاد نفسه إنه يدير نفسه يطور. ما هو الاقتصاد بيقوم على تعظيم الربحية، يبقى القطاع الخاص السوداني مشهود له بالكفاءة. يعني رغم الأزمة الاقتصادية دي المؤسسات الوطنية الاقتصادية قادرة إنها تشتغل رغم المعاناة. بيبقى كيف إنه خروج السياسة خروج السلطة تكون فقط منظمة عبر القوانين اللي تحدثت عنها، قوانين البنك المركزي، قوانين تشجيع الاستثمار، المستثمر الأجنبي اللي بيجي ده انت وين خارطتك الاستثمارية، وين شروطك، مثلا داير تعمل طريق ما بين الخرطوم واي مدينة تانية، هل يكون اربع حارات ماشية ولا يكون حارتين. هو موضوع قائم على الموازين وعلى الاستراتيجيات وغيرها بالتأكيد وانفاذ القوانين زي ما ذكرت. في ختام هذا اللقاء نريد منكم يعني في ثواني حديث عن ان الاتفاق الاطاري الى اين استاذ انتصار؟ الاتفاق الاطاري يسير بخطى ثابتة رغم أنه يسير في طريق وعر، لكن مشاركة كل القوى الثورية بصدق وأن تقف على مبادئها وفي عمل تحالفي وجبهوي عريض أكيد سنصل إلى ما يصبو إليه الشعب السوداني. ختاما في الحديث عن القوى الثورية أستاذ الطاهر، إذا كان هذا الاتفاق أو الإعلان السياسي الحديث عنه الآن الموجود في الحاضر، هل يمكن أن في رأيك هنالك طريق لجمع القوى المختلفة في وجود إعلان سياسي يمكن أن يمضي بالسودان وبهذا المشهد إلى حل؟ يعني بيصبح خطوة الإعلان السياسي نفسه بيصبح خطوة، خطوة ثانية اتفاق نهائي، خطوة حكومة مدنية، خطوة وثيقة دستورية، خطوة لمؤتمر دستوري فيه كل أهل المصلحة يشاركوا فيه كل السودانيين بدون إخصاء. المؤتمر الدستوري ده كيف يأتي؟ عبر برلمان، عبر آليات كثيرة، لكن خلينا نقول خطوة خطوة الناس بتقدر تمرق من عنق الزجاجة. أتمنى أن تتحقق هذه الأمنيات في وجود حلول في الواقع السوداني وأيضا اتفاق يجمع الجميع في طريق للحل. شكرا جزيلا أستاذ انتصار العقلي القيادية بالحرية والتغيير، شكرا جزيلا أستاذ الطاهر المعتصم الصحفي والمحلل السياسي، وكان حديث اليوم عن الاتفاق الإطاري إلى أين ومستقبل هذا الاتفاق في ظل مختلف التحديات التي تواجهه في الواقع السوداني. حتى الملتقى في أجندة الساعة الأسبوع المقبل، هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.